صافي سي بون مزيان. بسم الله الرحمن الرحيم. كانت اليوم اولى جلسات ما بات يعرف اعلاميا بملف اسكوبار الصحراء. هذه الجلسه جرى تاخيرها لعلتين. العله الاولى وهي ملتمسات الدفاع قصد الاطلاع واعداد الدفاع، والعله الثانيه هي عدم توصل بعض المتهمين المتابعين في حاله الصراح والذين تخلفوا عن الحضور للجلسه. بعد التاخير الذي اتخذته المحكمه تناول الدفاع الكلمة في إطار طلبات الإفراج المؤقت. نحن كذلك كنا جزءا من هذا الدفاع الذي تناول الكلمة في هذا السياق، والذي أطرناه على ثلاث عناصر: واقعية، قانونية، ثم بعض من العمل القضائي. فيما يتعلق بالعناصر الواقعية، المؤازر ديالنا كان كلما توصل باستدعاء من طرف الشرطة إلا وحضر وامتثل، أي أن هذا الشخص يعبر عن حسن نيته بل ويعبر عن إيمانه ببراءته. ثاني مسألة تتعلق بالقانون، ذلك أن بعض التعليلات تذهب إلى خطورة الأفعال، في حين أن قانون المسطرة الجنائية لا يتحدث عن خطورة الأفعال بل يتحدث عن خطورة الشخص على النظام العام. المتهم الذي أؤازره طيلة مجريات البحث لم يصدر منه أدنى شيء يستشف منه أنه قد يشكل مساسا بالنظام العام. العنصر الثالث وهو عمل قضائي شخصيا أعتبره لوحده مدرسة رائدة في الانتصار للحرية وللقانون، ذلك أنه في أحد الملفات التي عرضت على ملحقة محكمة استئناف بالرباط المتخصصة في قضايا الإرهاب ارتأسي القاضي التحقيق بناء على طلب من الدفاع وبناء على ملتمس من النيابة العامة بالاستجابة لطلب الإفراج أن يمتع المتهم بالإفراج المؤقت حتى ولو تعلق الأمر بالجريمة الإرهابية. إذا كانت الجريمة الإرهابية هي أخطر أنواع الجرائم ورغم ذلك متع فيها الإنسان بالمتابعة في حالة صراح، فإنني أعتقد على أنه في هذا الملف وأمام كل هذه المعطيات فإن ذلك كفيل وشفيع للقول بمتابعتهم في حالة إفراج مؤقت. شكرا لكم. شكرا. أستاذ بالنسبة للحالة الصحية ديال سعيد النصر، هذا الكلام هذا اللي يقدر يهضر عليه هو سعيد النصير. انا ممكن نتكلم معك على الملف من حيث القانون فقط. كان طلب ديال انه ياخذ هذا الموضوع جاوبتك عليه. شكرا.